يمكن أن يتم القيام به مع آخرين في محاولة للوصول إلى سلام وأمن دائم وعادل في المنطقة. أيضا تحدثنا عن الخطوات النهائية مع تركيا في عملية التصديق على الانضمام للناتو من قبل اليونان في الأسابيع المقبلة. بالنسبة لليونان، أولا أقدر الدور الذي يلعبه الرئيس في هذا الصدد وما حققناه من خطوات. اليونان والولايات المتحدة لقد عملت على ذلك منذ 30 عام عندما تكون هناك شراكة وصداقة مع هذه الدول. رأينا ذلك واضحا بطرق مختلفة في أيام في كل يوم، وظهر هذا في مشاركة اليونان في العمليات الحالية، وأن يكون هناك حرية في الملاحة في البحر الأحمر والتحديات التي نواجهها يوميا من قبل الحوثيين. والتعاون مع العديد من الدول الأخرى في هذا الصدد، كانت هناك مناقشات أيضا بهذا الموضوع، بالإضافة إلى العمل الملحوظ الذي قمنا به لأن يكون لدينا منصة قوية من أجل ضمان الوصول إلى النتائج المرجوة في هذا الأمر. عودة للشرق الأوسط، هذه المرة الرابعة منذ 4 أكتوبر التي أصل فيها إلى المنطقة، وواجهنا وقتا عصيبا في المنطقة منذ الأحداث في 7 أكتوبر. وكما أشرنا من اليوم الأول، هناك تركيز كبير على منع هذا النزاع من أن يتسع في المنطقة، وخلال الأيام المقبلة مع الحلفاء نتطلع إلى خطوات يمكن أن نتحدث فيها عن النفوذ لكل دولة لضمان أن هذا النزاع لا يتسع. ثانيا، نتطلع إلى ما يمكن أن نقوم به لتعظيم حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية المقدمة لهم والإفراج عن الرهائن من غزة. هذا الوضع بالنسبة للرجال والسيدات والأطفال في غزة يظل ملح. العديد من الفلسطينيين قتلوا، خاصة من الأطفال. لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه الكثيرين بالنسبة للحصول على الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية بشكل عام. نرى بأن هناك زيادة كبيرة وحاجة كبيرة لزيادة المساعدات للمدنيين بشكل عام. ثالثا، سوف نركز على الخطوات التي لا يزال هناك المجال لأن نتخذها لضمان عدم حدوث ما حدث في 7 أكتوبر مرة أخرى، وأن يكون هناك أمن وسلام دائم في المستقبل للجميع. ليس بالضرورة في غزة نفسها لإعادة الإعمار، لأن يكون هناك الأمن، لأن يكون هناك حوكمة من قبل الفلسطينيين. والمسار الأهم أن يكون هناك سلام دائم وعادل معهم كما هو الحال بالنسبة لليوم الأول في هذه الإدارة، وأن يكون هناك دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل. تحدثنا عن ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة في كل هذه المجالات لتحقيق التقدم في غزة، وعلى شكل أوسع نطاق لأن يكون هناك عملية لبناء السلام والأمن. نعمل مع الشركاء والحلفاء بشأن ما يمكن أن يقوموا به للمساعدة في هذه العملية. هذه ليست محادثات سهلة، هناك وجهات نظر مختلفة، احتياجات مختلفة، متطلبات مختلفة، لكن الأمر ضروري أن نشارك في هذه الدبلوماسية على الفور من أجل مستقبل غزة نفسها، وأوسع نطاقا من أجل المستقبل ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة ككل. هناك حاجة ملحة بين غالبية الشعوب في المنطقة لمستقبل يعني ينعم بالسلام والأمن، خفض التصعيد للنزاعات والتكامل فيما بين الدول. هذا مسار. المسار الآخر للمستقبل أن تتسع دائرة العنف، تكرار للأحداث المأساوية التي رأيناها، أرواح غير مؤمنة في نزاعات بين الشعوب. هناك حاجة لعمل على المسار الأول، وهناك حاجة
العمل على الالتزامات التي على هذه الدول أن تقدمها. يمكن أن نتلقى بعض الأسئلة. معالي الوزير، اليوم ما هو تحديدا الذي طرحته من أسئلة مع الجانب التركي لمنع انتشار النزاع وتصعيده؟ ما الذي يمكن أن يقوموا به؟ ومن حيث اليوم التالي فيما يتعلق بالأمن وإعادة الإعمار، هل هناك أي التزام من قبل الأتراك؟ هل هناك إمكانية للنظر للالتزامات بأنهم سوف يقومون بشيء في هذا الصدد؟ نفس الأمر بالنسبة لليونان. أعتقد بأنه بالنسبة للأتراك يمكن أن يلعبوا دور إيجابي كبير في اليوم التالي لإنهاء النزاع. بشكل أوسع نطاقا نحاول أن نصل إلى السلم والأمن. كانت هناك محادثات بهذا الصدد، لا يمكن تقديم تفاصيل، ولكن بالفعل يمكنهم أن يلعبوا دور إيجابي للغاية. أيضا الاستعداد، الروابط والعلاقات التي لديهم يمكن أن تستخدم مع اللاعبين الأساسيين في المنطقة للقيام بكل ما هو ممكن لخفض التصعيد ولمنع انتشار هذا النزاع. تركيا يمكن أن تلعب دورا حيوي في هذا الأمر، وكان هذا جزء كبير من المحادثات، وقد أشاروا بالفعل بأنهم سوف يقومون بذلك، وأنا على ثقة من أن بعد هذه المحادثات سوف يبذلون كل ما في وسعهم. بالنسبة لليونان، ركزنا بشكل كبير على نقطتين تحديدا: التحدي الذي يفرضه الحوثيون على الملاحة. علينا أن نأخذ في الاعتبار بأن 90% من كل ما يحدث يؤثر على التجارة. التهديد الذي نواجهه في البحر الأحمر من قبل الحوثيين لا يواجه دولة بعينها، لكنه يؤثر على عشرات الدول والمجتمع الدولي بشكل عام، لأن الملاحة ستكون أكثر صعوبة حيث تقوم السفن بتغيير المسار الخاص بها لهذا التهديد، وهذا يعني بأنه سيكون هناك سداد أكثر من أجل الغذاء، وسيكون هناك اضطراب في سلاسل الإمداد. هذا سيؤثر على دول العالم، وهذا تحدي. بالفعل وقعت 40 دولة إدانة لما يقوم به الحوثيون. أيضا هذا يؤثر على الدول التي ترعى الملاحة الدولية، حماية الملاحة وحماية السفن، هذه من الأمور الأساسية التي تحدثنا عنها وركزنا عليها. معالي الوزير، لقد تحدثت عن منع انتشار هذا النزاع. أطلق اليوم 60 صاروخ على إسرائيل، وردت إسرائيل بهجمات من بينها شمال لبنان وغيرها. هل هذا هو التصعيد الذي تتحدث عنه؟ وكيف يمكن أن ترد وتستجيب الولايات المتحدة مع الحلفاء للتعامل مع ذلك؟ سوف نتحدث مع كل الشركاء من بينهم بالطبع إسرائيل من اليوم الأول. كما أشرنا، لطالما عملنا على عدم انتشار هذا النزاع. من بين نقاط القلق الحدود ما بين إسرائيل ولبنان. نريد أن نقوم بكل ما هو ممكن لنضمن بأننا لن نشهد أي تصعيد، لكن من المهم أن يكون لدى الإسرائيليين الأمن في الشمال. عشرات الآلاف من الناس تركوا منازلهم في شمال إسرائيل بسبب هذا التهديد الذي يفرضه حزب الله. ننظر دبلوماسيا في محاولة للتغلب على هذا التحدي وهذا التوتر، حيث يستطيع الناس أن يعودوا مرة أخرى إلى منازلهم وأن يعيشوا في أمن وسلام. هذا الأمر يمكن أن نعمل عليه، ويمكن أن يكون جزء من المناقشات خلال الأيام المقبلة، ليس فقط في إسرائيل ولكن مع الدول المعنية. بالنسبة لهجمات اليوم، هل تحدثتم عنه مع القادة في الجانب التركي؟ لقد ركزنا على سلسلة مختلفة من التحديات بشأن الاستقرار والأمن والدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في محاولة لضمان عدم وجود أي تصعيد ولمنع انتشار التصعيد مع جبهات أخرى. ومن الواضح ومن مصلحة كل دول المنطقة ضمان
أن عدم حدوث ذلك. نريد أن نتأكد أن الدول في المنطقة تشعر بذلك وأن تستغل روابطها ونفوذها وعلاقاتها مع بعض الأطراف الفاعلة للحفاظ على هذا الأمر وعدم انتشار وتصعيد هذا النزاع. هذه مصلحة مشتركة نركز عليها في الأيام المقبلة. شكرا جزيلا. الدول دائما تقوم بالحسابات مصالحها. مرة أخرى من منظور إسرائيل من الواضح أنها ليست مهتمة بذلك وليست مهتمة بهذا التصعيد. أوضحنا ذلك منذ البداية، لكن مرة أخرى لابد أن يكون هناك استعداد كامل للدفاع عن نفسها وعن بلدها. نعرف بأن ليس هذا ما تريده إسرائيل، وأنا أعلم بأن أيضا من منظور لبنان هذا ليس من مصلحة لبنان أيضا أن يكون هناك أي تصعيد. السؤال إذن ما هي الإجراءات التي سوف يتخذها حزب الله، وكيف لدول لها علاقات مع حزب الله ولها نفوذ أن تستغل هذه العلاقات وهذه النفوذ للحفاظ على هذه الأمور تحت السيطرة، وفي نفس الوقت نحاول أن نستغل الدبلوماسية للبحث عن طرق للوصول إلى بعض الهدوء المستدام في شمال إسرائيل وجنوب لبنان. شكرا جزيلا.